وينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم. سيد الهاشم، قناة الجزيرة لها تاريخ واسع في إثارة الفتن، كيف تقيم هذا النهج الذي يمثل فسادا إعلاميا في الواقع؟ يعني أنت الآن تتحدث مع من يعني أصيبت بلده الكويت من السم الذي بخته علينا قناة الجزيرة، ومن يقف خلفها؟ المصريين عندهم مثل يقول إذا طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب. هم أساسا كل العيب اللي قاعد يطلع منهم هذا أمر متوقع ولا يصيبنا بالدهشة، بل قد يصاب بالدهشة عندما يعودوا إلى رشدهم. هنا تكمن أن حنا سوف نندهش أنهم يعني هذا عادوا إلى الطريق السوي. الافتراءات اللي طلعوها على البحرين ايضا ينطبق عليها القول الخليجي، كل من يرى الناس بعين طبع. هم لانه اساسا طبعهم تصدير اسلحه والدمار والموت، انا نسميهم وكلاء عزرائيل في الارض. يعني عمري ما سمعت ان هم مثلا بعثوا اجهزه ايباد لتلاميذ مدرسه ابتدائيه، او بعثوا مثلا مجموعه طلبه الجامعه تبادل زيارات مع جامعات اخرى، او انشاوا بهذه المليارات. عندهم تخمه مال يقابلها تخمه شر، يقابلها تخمة في كل شيء مضر. فكلها التخمة هذه لو إنها صرفت وبذلت في أشياء مفيدة للعالم العربي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. سيد الهاشم، نعم تفضل. يعني هم الآن يتخبطون بفضل المقاطعة التي آذتهم كثيرا، وبالتالي نتوقع منهم الأسوأ دائما. ألا ترى أن الدور القطري الآن في تمويل ودعم الإرهاب يسير جنب إلى جنب مع هذه الأكاذيب، ما يجعل بعض المحللين يؤكد أن الجزيرة هي الذراع الإعلامي لتمويل الإرهاب؟ أنت كصحفي، ما هو تعليقك على ذلك؟ أكيد، أنا بروي لك حادثة صغيرة بالكويت في 2012. قناة الجزيرة كانت تدير ما يسمى بالحراك الشعبي في الكويت أيامها والمظاهرات وكذا، وكنت في طريق داخل العاصمة أسمح يعني الأخبار في قناة الجزيرة أنه هناك عشرات الآلاف يسحبون من الكويتيين نحو العاصمة وسط العاصمة. أنا كنت موجود في نفس المكان اللي هم أشاروا إليه، لم يكن هناك إلا أطفال يلعبون كرة ومتسوقين وإلى آخره. هم يعني اعتمادهم دائما على هذا الكذب طبول فارغة، وطبعا الطبل الفارغ يحدث صوتا عاليا، ومشكلتهم أن هم عندهم الصوت العالي فقط لا غير، ولا لما بداخله لا يوجد شيء على الاطلاق سوى الفراغ. نعم، اذا من ابو ظبي الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم، شكرا جزيلا لك.